العلاقه الوديه بيننا وبين سمو الامير كان اقتراح بانه الرجاء تكون تستضيف عن طريق المملكه المغربيه، وكنا عملنا عده مراسلات عن طريق الجامعه الملكيه المغربيه لان الوصيه على هذا الميدان على اساس بانه ضم الدوره في مدينه الدار البيضاء باسم فريق الرجاء الرياضي، الا انه بعد تغيير الرئاسه للاتحاد تغيير الرؤيه وتغيير الطريقه ديال المعامله على هذا الملف تم احترام واحد المشاركه ديال الفرق، لان كل فرق عندها التزامات سواء محليه او قاريه، سواء المشاركين في الاتحاد الافريقي المشاركين في الشامبيونز ليغ الافريكان، حاولتوا تعملوها في واحد المده زمنيه طويله في اشراك جميع الفرق العربيه اللي في واحد المستوى عالي، لان من خلال الكلام ديالكم يتضح لي بان يمكننا نسميو هذه الدوره العربيه هي الشامبيونز ليغ العرب، هذا الشامبيونز ليغ العرب يعني.